ثاني أيام زيارته للعراق، حط الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رحاله في أربيل قادما من بغداد. فبعد لقاءات جمعته بقادة ومسؤولي البلاد في العاصمة، عقد بازشكيان سلسلة اجتماعات مع مسؤولين رسميين وقادة سياسيين في إقليم كردستان. زيارة بازشكيان لأربيل وصفها رئيس الإقليم بأنها تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، بكونه أول رئيس إيراني يزور كردستان، فيما اعتبرها مراقبون نجاحا للدبلوماسية التي يقودها نجرفان بارزاني منذ سنوات على الصعيد الدولي والإقليمي. الاتفاق الأمني الموقع بين العراق وإيران بشأن المعارضة الكردية المتواجدة في إقليم كردستان كان حاضرا بوصفه حجر الزاوية في التعاون الثنائي بين طهران وأربيل، حيث جدد رئيس الإقليم موقفه الرافض من اتخاذ أراضي الإقليم منطلقا للمساس بأمن إيران، معربا عن استعداد كردستان للتعاون الموسع في مختلف المجالات. أما أهداف زيارة الرئيس الإيراني لأربيل فقد لخصها بازشكيان بالحديث عن عزمه العمل على تحسين العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان وحل المشاكل العالقة بين الجانبين كفريق واحد، وأشار إلى التفاوض والحوار في مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والعلوم والسياسة وغيرها بين الوفد الإيراني وكبار المسؤولين في الإقليم.